مبروك للجماهير العظيمه جماهير الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره وحبيبنا كلنا الكابتن محمود الخطيب، ومبروك للعيبه الرجاله، ومبروك لكل الجهاز الفني، ومبروك لكل الاهلاويه. لعيبه النادي الاهلي رجاله، كلهم رجاله، وشابوه الشناوي النهارده مسيطرين على الشوط الاولاني، الشوط الثاني والثالث الحمد لله مسيطرين، والف شكر لجميع النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وكابتن الخطيب. احب اشكر النادي الاهلي على اداء حلو ولعيبه رجاله والله، وان شاء الله الف مبروك، ان شاء الله ناخد كاس افريقيا باذن الله، واداء كويس لعيبه رجاله والله. والله ماتش كبير قوي، الاهلي لعب ماتش كبير قوي، كل الناس كان على مستوى عالي قوي، الشناوي بطل الماتش كده كده ما فيش كلام، والف مبروك لجمهور الاهلي، الف مبروك لمجلس الاداره، الف مبروك لكل اعضاء مجلس الاداره، واحنا ملوك كره في مصر. كل اللعيبه كانت بتلعب واثقه في نفسها وما فيش اي توتر، واللعيبه بجد لعبت اللعب مباراه رائعه برجوله كامله. تكتيك كان كويس جدا، والتشكيل كان مفاجئ، انا كنت متوقع ان كهربا يبدا المباراه، بدا بالقندوسي وما كانش هايب الموقف خالص، بالعكس كنت حاسس ان هو بيلعب مع الاهلي من مده كبيره يعني. الحقيقه الماتش كان بأي بعض الناس اللي كانت موجوده، الماتش ما كانش سهل، الماتش كان معقد يعني، كان الفريق الاهلي بيلعب بتكتيك معين وفريق بيراميدز بتكتيك معين، فكان الماتش معقد ما كانش مفتوح، فكان المتوقع ان احنا نروح اكسر تايم، بس صراحه الشناوي النهارده تالق معانا ولعب معانا باداء رجولي. النهارده عايزين نقول الاهلي كان حاضر بقوه، قوة كبيرة جدا، الأهلي قادر يسعدك، الأهلي قادر يفرحك، فضل الله قاعدين مطمنين على الأهلي بقى خلاص، دكة قوية وفريق قوي، المدرسة السويسرية النهاردة تكسب. أحب أوجه التحية لجميع لاعبي الأهلي النهاردة، وخصوصا للكابتن الشناوي اللي ما خلاش ولا سقطة ولا لقطة، وأحب أبارك للكابتن محمود الخطيب وأقول له إدارة ناجحة، إدارة ناجحة، إدارة ناجحة. هو طبعا مبروك للنادي الأهلي، والماتش كان تحفة، والنادي يعني الماتش ما كانش زي أي ماتش لعبناه بالنسبة لي، وكان ماتش حلو يعني. انا الحمد لله ما بفوتش ماتش للاهلي، علشان انا بشجع الاهلي من زمان بجد، ولعبه كويس قوي، واللعب النهارده كان حلو وجميل، والسوبر احسن سوبر خدناه المره دي.